بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه وذلك بمناسبه الذكرى السنويه لاستقلال بلاده كما بعث سموه برقيه تهنئه مماثله الى معالي السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومه التونسيه